علاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد لي مساكم جميعا أحبتنا وأصدقائنا بكل مكان، مع حلقة جديدة من طاقات بلا حدود، أو حلقة نهاية هذا الأسبوع. أذكركم أن طاقات بلا حدود بيطلع عليكم كل يوم من يوم الخميس إلى يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدار ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. مواضيعنا بمشيئة الله تعالى، أتمنى أنها تفوز على إعجابكم ورضاكم، مواضيع اجتماعية وأيضا مهنية. بالنسبة لليوم موضوعنا جدا مهم، حبيت أن يكون نهاية بنهاية الأسبوع، موضوع كلنا يمكن بنعاني منه. اليوم رح نتكلم عن مهارة التعايش مع ضغوط الحياة. لكل اللي بيعانون من هذه المشكلة، كل اللي عليكم بس انكم تتواصلوا معايا على أرقامنا المعتادة، ارسلوا لي مشاكلكم عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي اللي حابين يشاركوا معايا على 847700، موبايلي على 640660 وزين 7462622، واللي حابين يشاركونا بشكل مباشر كل اللي عليكم انكم تتصلون على الرقم 012-61-61-100. وايضا لا تنسون انكم تتفاعلون معنا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FFM وتمين العبد الله، وايضا ضيفتنا اليوم راح احط الاكونت حقها، يعني عفوا نسيت احط، انا راح ارجع احط الاكونت حقها عشان اللي حابين يتواصلوا معها بعد الحلقه بامكانكم انكم تتواصلون مع ضيفتنا اليوم الدكتوره اروى عرب، المشرفه على قسم علم النفس بجامعه المؤسس. مساك الله بالخير دكتوره اروى، حياك الله معي بطاقات بلا حدود. يا هلا فيك استاذه امينه، واهلا بالمستمعين جميعا. ان شاء الله اليوم طاقتنا بلا حدود، يعني اللي عفوا الكل اللي بيعانون من اي مشكله اليوم بننهيها لهم، او خلينا نقول نعلمهم شلون ممكن يتعاملون مع ضغوطات الحياه. دائما بنسمع ضغوط، انا في الضغط بالبيت، انا عندي ضغوطات نفسيه، في العمل انا عندي ضغوطات عمليه او مهنيه. دائما كلمه ضغوط هذه في البدايه بتسبق اي مشكله، يعني الضغط مع نفسي، شنو يمكن معناتها كلمه ضغوط يا دكتوره؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه بس احب اعقب على شيء، احنا اليوم ما نحاول اننا احنا ننهي الضغوط في حياتنا، احنا اليوم حنتعلم كيف نتكيف ونتعامل مع هذه الضغوط. بالنسبة للضغوط، إيش يعني ضغوط؟ هي مواقف أو أحداث بنمر فيها كل يوم بتكون مختلفة عن الأحداث العادية الطبيعية، بتستهدف جهد أكثر من الناحية الجسمية، من الناحية العقلية، من الناحية الانفعالية، من الناحية النفسية بشكل عام، يعني بتحتاج جهد أكثر وبتاخذ من طاقتنا بشكل أكثر، وأحيانا بما أنه هي ضغوط أو مشاكل أو توترات بتكون هذا الاستنزاف بيكون سلبي ما بيكون إيجابي، بس ان شاء الله اليوم حنتعلم كيف نحول هذا الاستنزاف من سلبي الى ايجابي. الله، هذا اهم شيء، يعني نقدر حتى لو الضغوط هذه قد ما كانت سلبيه ممكن نحولها الى ضغوطات ايجابيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ليت والله يا دكتوره اروى، ماكو احد اكيد ما يعاني من ضغوطات. طيب هل ايضا الضغوطات لها انواع مثلها مثل اي يعني شيء ثاني؟ اكيد الضغوط انواع، في ضغوط اول شيء في ضغوط بسيطه وضغوط معقده، يعني اشياء لبستي لنا كل يوم، تأخرت شوية عن الشغل، مشكلة مع صديق، مشكلة مع أحد أفراد الأسرة، الأشياء اليومية اللي بنمر بيها. في مشكلات أو ضغوط معقدة تحتاج وقت طويل عشان نحلها، تحتاج مهارة معينة. زي إيش مثلاً الضغوط الطويلة؟ اللي هي مثلاً الاكتئاب والأشياء هذه، ولا هذيك شيء ثاني؟ لا، هذيك اضطرابات نفسية. الضغوط أو المشكلات الصعبة اللي هي مثلاً طالبة تعاني في مشكلة في الدراسة مثلاً، ما بتقدر إنها تتواصل، مشكلة في التوظيف، هذه مشكلات أو ضغوط بتأثر علينا سلبيا، لكن تحتاج مننا مجهود ووقت طويل ومتابعة واستمرار إلى نحلها. وفي أشياء لا بتعدي كل يوم وتنتهي. في أنواع أخرى من الضغوط على حسب مصدرها، أحيانا يكون المصدر خارجي، موقف أو حدث، مثل مثلا مشكلة خارجة عن إرادتنا، يعني لا سمح الله حادث سيارة، على مستوى أكبر الحروب والكوارث هذه الطبيعية برضو تعتبر ضغوط خارجية. عندنا برضو الضغوط مع الأشخاص، يعني بيكون سببها شخص مو موقف، شخص حلو اللي هي المشكلة مع صديق في العمل، رئيس العمل إلى آخره. في كمان ضغوط هذه نقدر نحلها بالذات، يعني ساعات يعني معلش أنا بستوقف شو عند هذه، لأن ساعات ممكن تكون حياتي من أروع ما يمكن، حياتي برا العمل، لكن اللي بيخربها أو اللي بيخلي عندي ضغوط هي العمل، والمشكلة أنك إذا خدتيها معاكي البيت. أيوة، لا ضغوط العمل بتأثر علينا سلبياً،
بس مو يعني مهم نعرف كيف نتعامل معها، وهذا اللي راح نتعلمه ان شاء الله اليوم حنتطرق له. اخر نوع من انواع الضغوط اللي هي الضغوط اللي يكون بيني وبين نفسي او سببها انا. فهنا حنقول ضغوط من مواقف، ضغوط من اشخاص، ضغوط خاصه بي انا شخصيه او داخليه. شلون يعني ضغوط مع نفسي؟ يعني كثرة التفكير مثلا، او اني مثلا بكبر المسائل زي ما بيقولون، بعمل من الحبه قبه، يعني طريقتي اسلوبي. ايوه، القلق الزائد، التفكير في تفاصيل الامور بطريقه غير مستحسنه. انا عندي صراع، يعني عندي صراعات في حياتي، مثلا ماني عارفه ادخل التخصص ده ولا التخصص ده، اروح بحثه ولا اكمل هنا، اتزوج ولا اجل الزواج. يعني هذه الصراعات بتكون مع الانسان نفسه، هو لازم يتخذ قرار، فبيكون تحت امر ضاغط او تحت حدث ضاغط لين ما يتخذ قرار ويحل المشكله. ممتاز. طيب الحين انت عطيتينا انواع الضغوطات، يعني مستحيل واحد من اللي قلتيها ما في واحد فينا بيعاني من نوع من انواع هذه الضغوطات. كلنا في كل واحد فينا في عنده نوع. انا واحده من الناس اللي دكتوره أروى الحين قالت ضغط من ضغوط موجود عندي، شلون اقدر اتعامل معها دكتوره أروى؟ هذا اهم شغله، شلون اقدر نتعامل معها؟ قبل ما نتكلم في ثلاث اشياء مره مهمه. اول شيء يعني سبحان الله، علم النفس مع انه هو يعني علم منفصل، لكن لقينا انه كثير اشياء او كثير من القواعد او الحلول او الاساليب العلاج موجوده في القران والسنه. ففي ثلاث اشياء مهمه لازم يعني نركز عليها في البدايه. حلو. اول شيء قول الله تعالى وخلقنا الانسان في كبد، هذا معناته انه كل انسان هيتعرض على ضغوط ومشكلات في حياته. صحيح. ثاني شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لازم نعرف انه اي ضغط او اي مشكله تمر فيها ربنا عارف باذن الله انك انت قادره انك انت تتخطيها والنعمه بالله وتعديها. يعني ماكو مستحيل ماكو مشكله او ضغط ما مر فيه ما يعني اقدر اتجاوزه. بالضبط، ما في مشكله ما لها حل، هذه قاعده، ما في مشكله او موقف او ضغط ما له حل. مو بس ما له حل، اني انا ما حقدر يعني استحمل، لانه وانا جايه بالسياره اليوم وقاعده افكر في موضوع اليوم دكتور أروى، قعدت يعني جاتني الكلمه هذه اللي انت قلتيها، قلت يعني سبحان ربي بيحطنا في مثلا في مشكله او في ضغط معين. هل يعني ربي لما يحطني مثلا في هالضغط هذا، يعني اكيد هو بيكون عارف قد ايش انا بتحمل؟ يعني يمكن في ناس، يمكن انا الضغط اللي انا بتعرض له بسيط جدا جنب واحده مثلا بتعاني من الفقر، مترمل على اولاد، يمكن هذه ضغطها، يمكن انا لو انحطيت فيه ما اقدر اتحمله، يعني بنصاب سكر، ضغط، بصدمات، يمكن النفسية، اكتئاب ما أخرج منه. الضغط يعني أو المشكلة بتفصل على الإنسان نفسه طبعاً. على قدرات، على قد هو قد إيش بيتحمل. صحيح، وهذا شيء طبيعي، يعني ممكن موقف بسيط أنا أشوفه مصيبة وكارثة وأنت تشوفيه عادي. هذا يعتمد على اختلاف الثقافة والتربية والشخصية والتعلم وإلى آخره. أكيد كل واحد، كل مين له وجهة نظر مختلفة في الأمور، عنده طاقة معينة، عنده قدرة معينة، عنده نوع من أنواع الشخصيات المختلفة اللي بتخليه يتعامل مع الضغط اللي سبحان الله بتعرض له. في كمان نقطة مهمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أحيانا إحنا نبغى الدنيا كلها تتغير من حوالينا والأمور كلها تتحل وأنا قاعد حاطط رجل على رجل، لا، غالبا المشكلات والضغوط اللي أنا بمر فيها وبواجهها لازم يكون التغيير يبدأ مني أنا، والخطوة تبدأ مني أنا. حلو. لا أعلق مشكلاتي على شماعات الآخرين أو الحياة أو إلى آخره، لازم أعرف إنه هذه مشكلة، أقدر هل مشكلة أحتاج إني أتجاهلها وخلاص وحتعدي وتمشي وما أكبر الموضوع، ولا مشكلة تحتاج إني أنا أحلها وأخطط لها وأقعد مع نفسي وأحاول إني أنا أحط خطوات عشان أحلها بإذن الله في الآخر. بس ساعات ممكن احنا يعني نلجأ للآخرين، نلجأ لشخص حكيم، يعني بالذات إذا كان الواحد ما يعرف كيف يتعامل مع ضغوطات الحياة، مع الضغط اللي هو بيتعرض له. يعني أنت قلتي أقعد مع نفسي وأحلها، مو كل شخص بحس إنه عنده قدرة إنه يحل المشاكل. صح صح، وما في أي إشكالية إنه احنا نطلب الدعم من الآخرين، بس أطلبه من الشخص المناسب. حلو. يكون شخص عنده خبرة، عنده دراية، إنسان ممكن يساعدني، لأنه في ترى في نوع من الناس اللي هم السلبيين اللي ممكن يحطوا فيكي ويسبب ويزيدوا لك المشكلة أو يزيدوا لك الضغط بأنهم يكبروا المشكلات أو يكبروا المصاب أو يحبطوك، يقول لك لا أنت ما تقدري وأنت ما تستطيع أنك أنت تعدي هذا الشيء. فمن أهم العوامل اللي تخليني أبتعد عن الضغوط أني ما أتخلط مع ناس سلبيين أو ناس محبطين، يعني حرام هو ما يكون قصدهم بس طبيعة شخصياتهم من هذا النوع، أنه هي تحاول أنها يعني تنظر نظرة سلبية وتشاؤمية للأمور فتأثر علينا. حلو، يعني أنا بشوف أن المفروض أن كل واحد فينا يكون في شخص، إن ما كان اثنين، إذا كنت من الأشخاص اللي مثلا ما تثق، يعني على الأقل يكون في شخص أنا بثق فيه، قدراته، بحكمته، بنظرته ورؤيته للأمور. مستحيل ما في واحد فينا دكتورة أروى ما يفضفض. أكيد مستحيل، يعني في ناس بتحسين ما يفضفضون، يعني خلاص كل شيء كاتمة جوتنا،
نفسيته قد يعني بيقعد هو في نفس الدوامة. هذا اللي أنا بقصده. صحيح. التنفيس الانفعالي والتنفيس عن الضغوط هذا من أهم العوامل اللي تساعد على تخفيف الضغط على النفس. يعني في ناس تحب أعطينا إيه وشون نخفف الضغط. في ناس تحب تتكلم إنه شخص قريب منها تثق فيه إنها تتكلم وتفضفض. في ناس لا يعني طبيعتها أنت بتقولي أنت يعني واضح إنه شخصية اجتماعية تحب إن يكون حوالينك ناس. في ناس لا يحبوا الوحدة والانطواء. دول كيف يفضفضوا عن نفسهم بالكتابة إنهم يخرجوا كل شيء جواهم. فمهم جدا إنه ننفس عن انفعالاتنا. بالعكس هذا شيء مهم ومستحب إنه إحنا ننفس عن ما بداخلنا. كمان يعني نقطة مهمة جدا والحمد لله مجتمعنا بدأ إنه هو يعني يتحسن في هذا الجانب إنه مهم الأخصائي النفسي. ترى مو اللي يروح لأخصائي أو معالج نفسي لازم يكون مريض نفسيا. حلو. لا ما في مشكلة إنه هو يروح يتعلم مهارات كيف يحل مشكلاته. يعني في أمريكا وفي اليابان يروحوا سنويا حتى لو ما عنده أي مشكلة أو اضطراب لأخصائي نفسي. بس إنه زي يعمل تشيك أب زي الأمراض يعني زي الطبيب العضوي أو الطبيب. حلو. فمهم إنه إحنا يعني يكون عندنا هذا الوعي وهذه النظرة. أنا هذه مرة عجبتني. يعني أنا فعلا ما حيقولون عليه مجنون ولا لا أبدا. مو أي شخص يروح لطبيب نفسي أو معالج نفسي هو مجنون أو مضطرب نفسيا. يعني بالضبط. حلو أنك يعني هم يشوفون كيف ما يعني إحنا نفسيا كيف ماشيين في الخط الصحة ولا. طيب رح نطلع فاصل سريع دكتورة أروى لكن رح نرجع نواصل معاكم مع مستمعين الكرام. رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. اللي حاب يتواصل مع الدكتورة أروى عرب المشرفة على قسم علم النفس بجامعة المؤسس كل اللي عليكم بس انكم تتشاركوا معي على أرقامنا التالية عبر SMS مشتركي STC 84770 موبايلي 640660 وزين 7462622. وبالنسبة إذا لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 011-61-61-100 واللي حابين تشاركوا معي على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @LFFM @أروى عرب رح حط الأكاونت وأيضا @أمينة العبدالله. وأكيد كل الشكر من الأعماق لكل اللي قاعدين يرتوتون لحلقة اليوم من طاقات بلا حدود. ورح أبدأ مع عماد عاشق الهلال وأبو نادر السلمي ودحوم وأحمد خاطر محمد رجاني راشد رضوان نواعم نجلة الزعيم أبو كيان توتا ويتوما وجمانة وحسين الطويل وأمينة العبدالله وأرجوان وإلهام أيضا أرجواني وخوخة وأخونا تركي وشموسة. ما شاء الله تبارك الله مبدعين وعاشق السفريات. أكيد تسلمي مناكم كلكم ورح نرجع نواصل معاكم ومع طاقات بلا حدود. وأيضا كل مشاكلكم اللي قاعدين تكتبونها في تويتر أكيد رح ناخذها اليوم بعين الاعتبار. خليكم على أثير موجتنا موجتكم السعودية LFFM. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود نحن نستثمرك مع أمينة العبدالله. أرقامنا كالتالي اللي حابين تشاركوا معنا في حلقة اليوم. أي سؤال أو أي استفسار حابين توجهونه للدكتورة أروى عرب المشرفة على قسم علم النفس بجامعة المؤسس مشتركي الاستيسي احنا بنتذاركم على 84770 وموبايل على 640660 زين 7462622. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100 وأيضا صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @LFFM بأتمين العبدالله A3M4E. طيب قبل ما أبدأ بالاتصالات دكتورة أروى ثم أنا والله أكثر شيء مضغوطة من الحياة في الدراسة. تقول بحس تخصصي صعب وحاطة واحد ماسك على رأسه وكومة ملفات. أوكي. من أهم العوامل اللي تساعدنا أنه إحنا نواجه الضغوط ونحل مشكلاتنا في الحياة أنه إحنا نعرف نفسنا. إيش علاقة نعرف نفسنا بمشكلة الأخت؟ إنه لما أنا أعرف نفسي أعرف قدراتي أعرف إمكانياتي أنا أعرف إيش أحب أعرف إيش هو التخصص اللي أنا أبغاه. حلو. فبالتالي ما أتوجه لحاجة ما هي مناسبة لي. فمهم جدا الإنسان قبل ما يتخذ أي قرار يكون عارف هل هذا الشيء مناسبني ولا ما يناسبني أنا أقدر عليه ولا ما أقدر عليه. ثاني حاجة مهم جدا يكون فيه تنظيم يكون فيه إتقان ويكون فيه إصرار. يعني عشان أقدر بالذات المشكلات الدراسية يعني تحتاج جهد تحتاج تنظيم تحتاج إني أنا أتفاعل مع الأمر بطريقة يعني عملية شوية يعني. فيعني مهم إنه تحاول إنه تنظم وقتها تعرف هي إيش مشكلتها في الدراسة. مهم كمان أخت أمينة إنه نحدد بالضبط إيش مشكلتي. مش في مشكلتي في الدراسة الأستاذات ولا المناهج ولا التخصص ولا أنا ما قادرة أمشي لازم أحدد ما هذه من خطوات حل المشكلة. حلو. المدرسات أو الدكاترة ما هذا معروف إنه رح أغير أسلوب تعاملي معهم.
بالنسبة لو كانت المناهج نفسها صعبة علي، معناتها غير تخصصي بتخصص ثاني؟ لا، المناهج إذا أنا حابة التخصص أحاول أني أنا أطلع بشكل أكثر، أسهل المواضيع، أستشير اللي كانوا قبلي. إذا التخصص مو مناسب أو حاسة نفسي ماني قادر أكمل فيه في أقرب وقت، ممكن أن أتغير تخصص. أغير. سارونا في ذات قلبك شكرا ليكي، بتقول كيف أتجنب الضغوط وكيف أغير المود يعني لما أكون مضغوطة، شن الأشياء المفروض أبتعد عنها؟ أوكي، عشان نواجه الضغوط لازم أعرف أنا مضغوطة من إيش عشان أقدر أحل المشكلة، يعني ما نخليها عامة كده لأنه عايمة ما حنقدر نحلها. دائما لازم أحدد أنا إيش اللي ضاغطني، إيش اللي مضايقني، إيش المشكلة اللي عندي، وأبدأ بعد كده أحط لها حلول، لأنه كل مشكلة لها حل، لها طريقة معينة. صحيح. وكل نوع من أنواع الضغوط يبغى له أسلوب معين في التعامل، فلازم أقول إيش هو، أعرف إيش هو مضايقني وإيش مزعلني وإيش الضغط اللي أنا بواجهه. نعم، في عندنا اتصالات للأسف. أنا أعتذر من الأخوان أحمد وسعد وطالب اللي موجودين معي على الخط، بس يعني رح أخذ أرقامكم بعد إن شاء الله فاصل الصلاة، رح نرجع ورح ناخذ مشاركاتكم. ولا في قدامنا دقيقة قدام، خليني أخذ اتصال. أخذ اتصال نقول ألو. سعود أحمد. طيب حاخذ أحمد على السريع. أحمد ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أحمد. هلا. طيب أحمد حنضطر نطلع فأي كلامك صدق يا فدوى، رح نطلع فاصل رح نرجع نواصل معاكم مستمعينا الكرام ومع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير، عساكم على القوة. رحب بكل أصدقائنا وحبتنا اللي معانا من بداية حلقتنا لليوم اللي بنتكلم فيها عن مهارات التعايش مع ضغوط الحياة، وأيضا كل اللي انضمونا بهذه اللحظات. مثل ما قلت لكم اليوم موضوعنا جدا مهم، واحد فينا أكيد ما بيعاني من ضغوطات الحياة، فكل اللي بيعانون بالفعل من أي ضغط أو واقعين تحت أي ضغط وحاب أنك تعرف شلون تتعامل مع هذا الضغط، كل اللي عليك بس أنك تتواصل معنا في حلقتنا اليوم على أرقامنا التالية. اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 8477 موبايلي على 640660 وزين 7462 62. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. وبالنسبة لصفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم ويات الدكتورة أروام أروع عرب، أنا حطيت الأكاونت حقها، تقدرون تعملوا لها فولو. وبعد الحلقة اللي ما أخذنا طبعا أسئلتكم تقدرون تتواصلوا معها. أخليك يا دكتورة بعد الحلقة إن شاء الله حتقعدين. أكيد بالعكس. إنزين، وأيضا أتمين العبد الله A3M4E. أكيد رح كالعادة أشكر كل اللي قاعدين يرتبون لحلقة طاقات بلا حدود اليوم، نسرين وأيضا الوليد والسبا وبدر البدور ويلا وأبو نادر السلمي. خلينا دكتورة أروى رح نرجع ناخذ الاتصالات. معنا أحمد. ألو. يا هلا يا أحمد، حياك. حياك، كيف حالك سمينة؟ الحمد لله تمام، تفضل يا أحمد. الله يتفضلك. بس دكتورة أروى كيف حالك؟ يا هلا وسهلا أستاذ أحمد. الله يعطيك العافية. صراحة أنا نفسيتي جدا اليوم مرة 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 تعبانة لسبب معين، لعدة أسباب. أول شيء قبل تقريبا 3 أيام شاركت في البرنامج نفسي مع أخت أمينة والدكتورة مدري مين اللي كانت متواجدة، لسبب الوظيفة اللي أنا فيها، المشكلة اللي بيني وبين مديري. طبعا اليوم طلعت من دوامي خلاص، قدمت استقالتك؟ أي نعم. هذا هو شيء. ثاني شيء المشكلة اللي أنا أعاني منها والنفسية اللي أنا جدا تعبان منها اللي هي الواسطة، الواسطة اللي هي حرمتني من مستقبلي اللي أبغى أكمله واللي أبغى أطمح فيه عشان أبني مستقبلي فيه والوظيفة اللي أنا أتمناها. صراحة تحطمت جدا 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 لأني كنت ما أروح نفس المكان اللي أنا بشتغل فيه، اللي شهادتي معتمدة نفس الوظيفة اللي أنا أبغاها. صراحة أعتبر على الواسطة، اختبرت كذا مرة الإنجليزي. أنا أعتقد أنا من ناحيتي أني عديت فيه، لكن أحمد. توصل يا دكتورة الواسطة تكون وجها لوجه، يعني انت تعال خلاص اوكي بس انت لا. طيب خلي دكتورة أروى خلي يلا اوكي. بالنسبة بالضغوط بشكل عام وخاصة الضغوط العمل ليها مسببات مختلفة،
احنا بنتكلم على الجانب النفسي، يعني بنركز على كيف الانسان يكون قادر على تحمل الضغوط وكيف انه يحاول يواجهها. احيانا في اشياء خارجيه استاذ احمد، يعني يمكن الناس تتفاجأ من هذا الحل، لكن دائما نحاول جميع الحلول اللي نقدر عليها. في الاخر في شيء اسمه التقبل، في اشياء لازم نتقبلها في حياتنا كما هي، انه ما في يدنا انه احنا نغيرها. يعني انا اقدر اغير شيء في انا، شيء حواليني، شيء في اسرتي، بس في اشياء انا ما اقدر اغيرها. عشان كده نقول انه من اهم العوامل انه تخلي الانسان يرتاح نفسيا من ناحيه اذا واجهته ضغوط، مو انه الضغط يروح، انه هو كيف يتعامل معاه وكيف يواجهه. دائما نخلي عندنا بدائل، يعني نحاول كل الطرق نواجه او كل الطرق اللي امامنا، لانه ما في حل او ما في مشكله ليها حل واحد، دائما في طرق مختلفه. صحيح. بس الانسان مهم انه هو يستشير ويقعد مع نفسه ويحاول ان هو يجد المخارج لين ما يلاقي الحل المناسب. احيانا الحل حلول بعض المشكلات والضغوطات في حياتنا تاخذ يوم او بعضها ياخذ ساعه وبعضها ياخذ سنه وبعضها ياخذ سنتين، وهذا شيء طبيعي. لين يعني تفضل. بالنسبه لاحمد يقول استقال اليوم. اليوم قدم استقالته، يعني ما يعتبر هذه نهايه الحياه، ما هي نهايه ترى المطاف يا احمد، يمكن استقالتك هذه تفتح لك باب ثاني. أنا دائما أقول لكم ما في باب يتقفل إلا تأكد وخل ثقتك بالله سبحانه وتعالى كبيرة، إنه راح يفتح لك بدلها مليون باب، ولعله خير، لعله صحيح. خير. يعني إذا أهم شيء تكون أنت اتخذت هذا القرار عن قناعة ويكون القرار مدروس، يعني من مهارات حل المشكلات ومواجهة الضغوط طريقة اتخاذ القرار، كيف نتخذ قرار صحيح. فمهم ندرس ونستخير ونستشير وبعدين نقدم على قرار، وإن شاء الله يعني لعله خير، وإن شاء الله ربنا يفتح لك بعد كده أبواب أخرى بإسنا. هذا اللي نقدر نقوله لك أحمد. بس شوف أنا بعد يعني ما عقب كلام دكتور أروى كلام، لكن بقول لك شغلة، أبيك الحين تروح البيت تروق وتشرب لك كاسة عصير كذا وتأخذ دش بارد وتقعد وتريح تشوف لك فيلم، أدري عقلك بيقعد شغال، لكن صدقني هنا لازم تبدأ تحط النقاط. أنت أنا وين ممكن أتجه؟ عندي شهادة كذا، عندي شهادة 1 2 3، وين أنا ممكن أروح أقدم؟ ابدأ شوف وين ممكن أنك تقدم في أماكن. أنا الأسبوع هذا قلت لكم شغلة، يعني أتمنى أنكم فعلا انتبهتوا لها. قلت لما يعني أقلها التقدير والترقيات، أنا لما ما أشوفها في مكاني في وظيفتي أو اللي أنا قاعد أشتغل فيها، أنا أغير الوظيفة، ما أغير تخصصي لكن أغير مكان العمل، ما أقعد فيه مكان لا يقدرني، مكان لا أخذ فيه ترقيات، غيري قاعد يصعد ويتقدر وأنا قاعد أسرك محل وأنا من أكفأ الموظفين، معناته عمرك بيروح وأنت ما سويت ولا حاجة. هنا أنا أغير وظيفتي، حتى لو أنا قاعدة وراتبي كويس، لا غير وظيفتك وروح وربي راح يفتحها عليك. ما في إنسان ينظلم ويطق باب الله إلا ربي يفتح له بدال الباب. نعم بل. ألف شكرا لك يا أحمد. ناخذ طالب. طالب عليكم. يا هلا عليكم السلام، حياك الله يا طالب. يا هلا فيك دكتورة. أنا بس عندي كم نقطة بقولها، بس الحمد لله ما عندي أي مشاكل. الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت عانيت فترة مشاكل ضغوط نفسية مادية وبعض المشاكل الاجتماعية، فضل الله سبحانه وتعالى وأنا وقفت وقفة صادقة مع نفسي، ووجدت مثل ما قالت الدكتورة في البداية كل شيء موجود في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال يا سلام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا سلام. كل هذا لازم الواحد يشوف مكانه، يحدد مثل ما تكلمتي إيش هو يقدر يسوي. أنا أشوف الحلول إيش الأسباب وأشوف لها حلول، وكل شيء لازم نحط في نفسنا. الله سبحانه وتعالى ما في شيء يستوي، مهما كان أنا في نظرتي القاصرة أشوفه شيء سيء فهو باب للخير. يا سلام عليك. رب ضارة نافعة. صحيح. رب ضارة نافعة. صحيح. مهما أنا وغيري شافوه هذا الشيء، أنا اليوم خسرت كذا وصار لي كذا مشكلة، ترى هذه باب خير لك. صحيح. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، وشكرا لك. نعم. يعني كلام حكيم. أكيد أكيد، وهذا يعتبر حل من الحلول، النظرة التفاؤلية. صحيح. والشعور. صحيح. بالرضا والشعور بالقناعة، وأنه حسن الظن بالله أنه إن شاء الله القادم أحسن. يعني هذه من برضو من أهم العوامل اللي ساعدنا أنه إحنا نواجه الضغوط، الإنسان يكون متفائل وحاسس إن شاء الله إنه ربنا معاه بإذن الله. نعم شكرا لك يا أحمد. على موضوع أحمد أخونا اللي قبل شوي يقول اتصل يقول أنا اليوم قدمت استقالتي وزعلان. يعني حسين الطويل كتب يقول بالنسبة للأخ أحمد، خالي يحلف 100 مرة إن بعد طرده من العمل انفتحت له أبواب رزق كثيرة ما تنعد، أتمنى له التوفيق. كلهم قاعدين يتمنوا له التوفيق.
وفي عبارة يعني النهاية المحرقة قد تكون بداية مشرقة، يعني الله. احنا نحسبها نهاية صعبة وأليمة لكن تكون هي بداية خير، والنماذج كده كثير يعني لو نطلع على سير المفكرين والعلماء والمخترعين والمبدعين نلاقي أكيد مروا بصعوبات في حياتهم يعني حلو. لين ما وصلوا للشيء اللي هم يبغوه. حلو. الحلو بعد في الموضوع يعني يمكن أنا في مكان عملي هذا قدمت استقالتي أو تركت بسبب مشاكل كثيرة ورحت لعمل ثاني، أنا أستفيد من التجارب اللي طبعا. صارت لي في هذا العمل، أستفيد لأني لما راح أبدأ بداية جديدة أنا كان عندي حصيلة خبرة كيف أني أتعامل مع الناس، ما أكون طيبة زيادة على اللزوم مثلا أو أني أعطي يعني أكثر مما هم يستحقون. خلينا ناخذ أيمن. يا هلا يا أيمن، تفضل أخوي الكريم. يا هلا والله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. صراحة الموضوع اللي طرحتيه قبل شوي موضوع جدا حساس من ناحيتي أنا، الحمد لله ما عاني من أي ضغوطات. ممكن أي شاب، أنا شاب عمري 22 سنة والضغوطات اللي إحنا نعانيها كل الشباب يعني على العطالة، بس أنا بتكلم غير العطالة، يعني في ناس في الزمن هذا تبغى تكون حياتها وتكون مستقبلها، وبتكلم عن نقطة جدا مهمة اللي هي سنة الحياة الزوجية الزواج. وصراحة في هذا عندما أدري يعني لله من الشيطان، أنا بقول إن الزواج رفع مصارح لنا يعني ضغوطات مرة، ما يقدر الواحد إنه يتزوج. طيب. أتمنى إنه يعني تفتح موضوع الزواج بس الناس تستوعب إن إحنا شباب لسه يعني سواء شبابنا ونبغى نتزوج ومو قادرين نتزوج، كان الزواج وصل إلى 100. حاضري أيمن. إن شاء الله. شكرا لك أيمن. يعطيك العافية. يعافيك ربي. أيمن عمره 22 سنة دكتور أروى. أوكي، بالنسبة للزواج، الزواج يعني قرار ما هو سهل في حياة الإنسان. أكيد. لازم يحتاج دراسة ويحتاج جلسة مع النفس ويحتاج تخطيط للمستقبل، يعني ما هو قرار سهل في حياة الإنسان. فمهم إنه الإنسان يعني يقدر إنه يخطط ويتخذ قرار سليم بهذا الجانب ويتأنى، لأنه الحياة صارت صعبة لكن نقدر إنه إحنا إن شاء الله نواجهها إذا خططنا وإذا كان عندنا صحيح. إيمان بالله وإذا كنا قادرين يعني اتخذنا القرار في اللحظة اللي أنا أقدر إني أنا أمشي فيها في هذا الموضوع وأكمل بإذن الله. حلو. بس هم بعد قبل الزواج لازم يحط له أولويات. قاعد يقول بطالة، أول شيء شوف لك شغلانة لأنك أنت طبعا يعني حتصرف على عائلة، على حرمة وعلى أطفال. هو قرار صعب ليه؟ لأنه قبله في قرارات تانية جدا مهمة بالضبط، يعني هو ارتباط ومسؤولية ومستقبل وحياة إن شاء الله يعني نعم. هتحتاج لتخطيط. أنا هاخذ الاتصال هذا وبعدين رح أروح على تويتر لأنه في أسئلة كثيرة نحاول ناخذها. ياسر. السلام عليكم أخت أمينة. يا هلا وعليكم السلام، تفضل يا ياسر. أحييك يا أخت أمينة وأحيي الدكتورة أروى طبعا، وأحيي الأخ طالب اللي كان معكم قبل شوي. أنا مريت بشوية ضغوطات يعني بسيطة، إنه ما ضغوطات عملية صراحة، إنه انتقلنا من مدينة لمدينة في السعودية، وكان نفسي أنا أدخل مجال فرحت مجال ثاني. طبعا أنا بطبيعتي أنا إنسان متفائل صراحة، فما ضغط على نفسي، أنا كنت أبغى وأتمنى يعني أدخل مجالي اللي هو مجال المحاماة، فما دخلت، ما الله يعني ما كتب ربنا أنا أدخل. أيوه. فتفائلت خشيت مجال ثاني هو كويس وحلو بالنسبة يعني السفر والسياحة، بس ما هو اللي أنا أبغى. فحبيت يعني والمكان اللي أنا نقلت فيه طبعا يعني مريت بحالة نفسية طبعا، إنه ما في أحد أطلع معه، ما عندي أصدقاء، ما عندي أحد مجتمع. أيوه. طيب يا ياسر، احنا حنجاوبك، حخلي الدكتورة أروى تجاوبك، بس استأذنك دكتورة أروى وإذا مستمعين الكرام راح نطلع فاصل سريع، راح أكيد نرجع مع مشاكلهم واستفساراتهم. اللي حابين تروحون أي سؤال أو أي استفسار على الدكتورة أروى عرب المشرف على قسم علم النفس بجامعة المؤسس، شاركونا على أرقامنا التالية عبر الاسم مشتركي لستيسي على 8477 00، موبايلي على 640660، وزين 7462622، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. ولا تنسون أيضا تشاركون معنا على صفحتنا بتويتر وأيضا الفيسبوك على @@ألف ألف أم وآت أروى عرب وآت أمينة العبد الله. فاصل ونوع طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله.
حابة أشكر كل اللي بيرتبطونا بالفعل على بطاقات بلا حدود، شيخة شيخة عبد الله وخوخة وشموسة، يعني الجميع بالفعل يعطي ألف عافية. خلينا أشوف أيضا في إبراهيم، إبراهيم عبد الله وآيل عمودي وحسين طويل، جميل الحكيمي وأرجوان ونجلة، ورح أكيد إن شاء الله أقرأ كل تغريداتكم. بس دكتور أروى، خلينا نجاوب على أخونا اللي قبل شوي ياسر. بالنسبة للضغوط اللي هي الانتقال من مكان للآخر، هذه فعلا تعتبر نوع من أنواع الضغوط، بس يعني أكيد لها حل بإذن الله. هو ترى أحيانا عادي نحس بالضغط، وأحيان وعادي أحيانا نحس بالقلق، لأنه إحنا في النهاية بشر، وهذه انفعالات موجودة فطرية موجودة فينا. لكن من خطوات مواجهة الضغوط إنه الإنسان دائما يحط بدائل ويكون مرن، ودائما يعتبر إنه الشيء التغير الجديد هذا في ناس تعتبره محنة، في ناس تعتبره منحة، فمهم يكون في تفاؤل في ناحية إيجابية. يعني نعتبر إنه انتقالك من مدينة إلى أخرى بتكتسب فيه إن شاء الله أشياء جديدة وربح جديد ومكاسب مختلفة، بس دائما النجاح ودائما التفوق ودائما عشان نوصل منصب معين أو مكانة معينة أو نكتسب أشياء معينة حنتعب شوية، فلازم نتعب في الحياة عشان نصل للنقطة اللي إحنا نبغاها بإذن الله. وهذا شيء طبيعي، وهذه سنة الحياة، إنه يعني إحنا لازم يعني الحياة يقول لك زي الغابة، شوية حطيح في حفرة، شوية حعدي حجرة، شوية حتألم، شوية حطيح، لكن في النهاية لازم يكون عندي إصرار وعزيمة أنه أنا أعدي إن شاء الله الطريق هذا. نعم. بإذن الله. حلو، يعني أنت يعني حطيت فوكس على نقطة معينة مرة حلوة دكتور أروى، أنه ممكن هو بشهادته هذه أو بتخصصه لو راح مدينة كبيرة أو راح مكان ثاني ممكن ما يتلقى، ممكن يقعد سرك محل موظف عادي، لكن في المكان اللي هو فيه طالما أنه ما في ممكن أحد ينافسه على نفس التخصص، تكون فرصة ما حتكون غير في هذا المكان بالضبط. ممكن يصير يعني هو رئيس شركة أو حاجة، ممكن الأيام ما ندري يمكن ينتقل بعد كذا وهو ببوزيشن مرة عالي. صحيح. نعم، خليني أخذ تغريدة أخونا عبد الله العمودي، بيقول الدنيا مراحل لازم تعديها، وإذا جاتك مرحلة صعبة لا تفقد الأمل، هذه سنة الحياة، أهم شيء الإصرار والإيمان بالله في كل حاجة في كل الأمور. شكرا لك يا عبد الله. نرجع للاتصالات، ناخذ سلطان. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا سلطان. أمسي عليكم على أحلى إذاعة وأقول لكم مساء الخير، وعندي سؤال للدكتورة. تفضل. دكتورة، إنه الموضوع الآن ما حد يقدر، يعني عندنا في جدة وفي مجتمعنا بالذات ما حد يقدر يروح يعني للطبيب النفسي وعنده يعني ضغوطات يعاني منها، حيث إن الناس صار نظرة اللي يروح مثلا للطبيب النفسي يقولوا هذا مش يفهمون، فأنت يعني توقفي. حاضر، طيب أوكي، حاضر يا سلطان، شكرا لك. هذه نقطة جدا مهمة، بس أحب أوضح إيش هي مهام أو ليش الإنسان يروح لأخصائي أو طبيب أو معالج نفسي. مو بالضرورة زي ما قلنا في البداية أنه يكون عنده مرض أو اضطراب نفسي، لا، ترى في ناس يعني يروحوا العيادة النفسية أو يروحوا الأخصائي نفسي تكون مثلا مقبل على الزواج، ما عندها لا مشكلة ولا اضطراب وحالتها سليمة 100%، بس تروح ممكن تسعى أنا حاسة أني حدخل على تجربة جديدة، إيش المقاومات اللي لازم تكون عندي، إيش المهارات اللي لازم أنا أتعلمها، كيف أواجه التجربة الجديدة هذه، والأخصائي بيساعدها أو الأخصائي بيساعدها كيف تبدأ حياة جديدة. أحيان تكون أم حامل، أنا حدخل برضو في شيء جديد حيظهر في حياتي، مولود جديد، خايفة كيف أتعامل معه، أنا بأدرس وحكون أم برضو نعلمهم كيف أنهم يعني يواجهوا الأمور. فمو بالضرورة اللي يروح لأخصائي أو معالج نفسي يكون عنده مشكلة، لا، الأخصائي أو المعالج النفسي من مهامه أنه هو يساعد الأشخاص على إتقان مهارات معينة لمواجهة الحياة. يا سلام، إحنا المفروض يكون عندنا أفق أوسع بمهام استشاري أو أخصائي يعني النفسيين، يعني وشوف طالما أني أنا صراحة رح أساعد نفسي ليه همك الناس اللي حوالينك، لأنك لما تكون نموذج أو تكون صورة جديدة ترى كلهم رح يقلدونك، لكن أنت دائما اللي ابدأ. خلينا وجه تحية أيضا لنهاي، فديتك نهاي، شكرا لك وأتمنى لك يعني ما شاء الله، بس ورينا شو بتسوين غدا يا نهاي. ناخذ محمود، قاعدة تقول أنا أسمحكم أنا بالمطبخ، حزت غدا الحين. دكتور أروى يلا ناخذ محمود. يلا محمود. أيوة. يا هلا يا محمود. عليكم السلام، تفضل. مساء الخير. مساء الخير دكتور. يا هلا وسهلا. مساء النور. حبيت أضيف نقطة بالنسبة للمشاكل. تفضل. إذا الإنسان مؤمن حق الإيمان ومتوكل على الله فحيوقف في طريقه أي شيء. أكيد. يعني أنا مريت بظروف جدا قاسية في
هي فاشلة وظروف صحية، لكن رحت لدكتور نفسي وبالعكس المجتمع اللي حولي كلهم شجعوني على هذه النقطة. ممتاز، حلو. وساعدني بعد التوكل على الله الحمد لله، وتقوية الإيمان وتقوية النقاط الإيجابية والتقليل من النقاط السلبية في حياتي. حلو، ممتاز، يعطيك العافية، وإن شاء الله نبدأ يعني أتمنى لك بداية حياة إن شاء الله تكون كلها زي ما بالتفاؤل ده، يعني هذا اللي نبي إحنا مثل هالنماذج دي. نروح على الله، أنا الحمد لله الآن متفائل إن شاء الله على بداية حياة جديدة. يلا الله يوفقك إن شاء الله يا محمود. ناخد سعيد. سعيد مش معانا؟ خلينا أذكرهم بأرقامنا على السريع اللي حابين تشاركوا معنا من مشتركي الاستيسي على 8-4-7-7-0-0، موبايلي على 6-4-0-6-6-0، وزين 7-4-6-2-6-2. كلام جدا رائع بتويتر أحمد خاطر بيقول أيضا التكيف ومواكبة التغيرات من أهم مهارات التعايش ومقاومة وتفادي ضغوط الحياة. تكيف يا دكتورة. صحيح صحيح، مهم الإنسان يكون مرن ويقبل التغيير. في ناس عندهم جمود يعني ويمشوا على روتين معين ما يبوا انه يغيروا، اي تغيير في هذا الروتين او في افكارهم بيعتبروه مشكله وبيعتبروه ضغط. حلو. من اهم صفات الشخص المتوافق نفسيا والمتمتع بالصحه النفسيه انه انسان الله. يتقبل التغيير، وانسان عنده مرونه، يتقبل الاختلاف، يعني اتقبل اختلاف الاخرين، اختلاف الحياه، اختلاف الضغوط، مو لازم اني انا اتماشى معها بس اتقبلها، لانه التقبل شيء جدا مهم. في ناس لا، دائما عندها رفض لاي تغيير، لاي مواجهه، لاي مشكله، فبالتالي عمره ما حتنحل يعني. أعرف دكتورة رولا استحكت ذكرتيني في الناس اللي تشبثون بأرائهم اللي أنا صح ما يقبل رأي الآخر أو مثل ما قلتي أو التغيير. عدنان مرغلان يقول حياة تجارب، ولابد الإنسان إنه يواصل للنجاح، لابد يطلع الدرج درجة درجة، مو من أول درجة عفوا يطلع فوق. عموما في واحدة من الأخوات كتبت مشكلتها، أنا راح أخذ شيخة عبدالله، راح أخليكي آخر واحدة عشان أعطي الدكتور أروى وقت إنها تجاوب سؤالك. ناخذ أحمد. السلام عليكم، أحمد من الرياض. حياك الله أخوي أحمد، تفضل. حياك الله وحيا لكم مستمعينا بالرياض. أهلا بك والله. طبعا أنا سمعت مقطع توني أسمعكم، بس يعني اللي شدني كلمة نجاح. طيب يا دكتورة لو سمعت سؤالي، أعداء النجاح شو تسوي معهم؟ يعني مشكلتي أنا صغيرة تقريبا، ولكن في حجمها تتطور تصير أكبر. يعني بمعنى أنا إنسان مجتهد مثابر في العمل لا تأخير، أجتهد في عملي كثير، ولكن للأسف تلقى اللي أمامك خاصة لو كان مديرة شيء تلقى عدوها النجاح، يعني يجي يحطم الشيء اللي أنت بنيته أو اللي أنت اجتهدته. يعني أنا وش أسوي في هالحالة؟ ما العمل، ما الطريقة اللي الله عليك تقدر تتصدى للأعداء النجاح؟ أوكي. هذه نقطة جدا مهمة. أحيانا أعداء النجاح نقدر نتجاهلهم ونقدر إنهم يعني نبعدهم عن طريقنا، لأنه يكونوا ناس يعني ما هم مؤثرين في حياتنا يعني. بس في أحيانا ناس أنا بتعامل مضطر إني أنا أتعامل معهم يوميا وبيحبطوني. مهم جدا إنه الإنسان يكون عنده ثقة بنفسه وعارف قدراته وعارف إمكانياته. ومن المهارات المرة جدا مهمة إنه إحنا نعرف نتعامل مع الشخصيات المختلفة. يعني قد يكون رئيسك في العمل أو من شخصية معينة، حاول إنك أنت تتعامل معه بطريقة إن هو تبعده، إن هو يعني لأنه في بعض الناس عندهم الشعور بالنقص، يحبوا إن هم يحطموا من الناس الآخرين من حولهم أو يثبتوا نفسهم، فبالتالي قد يكون هو نوع من يعني ما نقدر نفترض. طب كيف بس كيف يتجاهله دكتورة أروى؟ هو رئيسها في العمل، ما يقدر يتجاهله، لازم يتعامل معاه. ما يتجاهله، يتجاهل تصرفاته يعني. في النهاية أحيانا زي ما قلت لك أخت أمين، أحيانا نكون مضطرين لازم نتقبل وضع معين، ممكن يكون لفترة معينة وبعدين نمشي لما ألاقي حل. يعني لازم تعرف إيش هو مفتاح رئيسك في العمل هذا، كيف تتعامل معاه بالطريقة، أو كيف أنت تمنعه. حلو. من إنه هو يقوم بهذا العمل. لازم أكيد في مفتاح وفي طريقة، بس مهم جدا يعني سبحان الله إحنا البشر ربنا ميزنا بالعقل، لكن لما ننظر إلى عالم النباتات والحيوانات نلاقي لما أحد أمينة تكون فراشة وتحطي يدي قدامها إيش بتسوي؟ هل بتصطدم وتطيح؟ تلاقيها بتتجه في اتجاه أكيد. آخر وتطير. النبتة لو غطيتي التربة ووضعتي فتحة هتلاقي تتجه نحو النور وتخرج صحيح. منه. فبالتالي حتى إحنا البشر يعني ربنا هذا ميزنا بالعقل، فأكيد في حلول وفي طرق أخرى. بس سبحان الله لكل إنسان، لكل مشكلة يتعرض لها إنسان مختلف،
لها ظروفها ولها طبيعتها وشخصيات الأفراد تختلف، شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاها مختلفة. يعني شوف مفتاحها وين مديرة ويحاول يدش له منها المفتاح يسايسة مثلا، يحط إذن من طين وإذن من عجين زي ما بيقول. بالضبط، أكيد في طريقة إن هو يقدر يتعامل مع هذا الشخص ويحد أسلوبه في التعامل بهذه الطريقة. نعم، الله يوفقك إن شاء الله يا أحمد، بس خليك معي على السمع بعد، احنا نعطي نصائح بهذه المواضيع كثير على قد ما نقدر، حركز الأيام الجاية. محمد مساء الخير. يا هلا، مساء الأنوار، حياك الله يا محمد. الله يحييك. تفضل. حييك وحيي ضيفتك الكريمة. شكرا لك. موضوعكم موضوع جيد وشيق. يعطيك العافية. صميمي. بالنسبة للنجاح، النجاح إذا أردت أن تكون ناجحة يعني ما أول يسول عندك باللام يعني لمدة معينة، لمدة حلو. معينة. ثانيا لا تنظر لمن حولك، انظر قدام خلف، لا خلي الخلف، انظر لقدام. بالنسبه انا وانا تو اسمع ضيفتك تقول ان لكل رئيس له مفتاح. بالضبط. ايوه، بالنسبه انا احكيكم عن تجربتي، انا جانا رئيس جديد فكنا متخوفين منه، فبعض بعض الموظفين يعني إلى الآن أجهزة يتقرب إليه. نعم. أنا جيت عرفت شلون توكل الكاتب، فعرفت شلون أفتحه وعرفت حلوة على ما قال، عرفت مفتاح، عرفت المفتاح. عرفت المفتاح. عرفت المفتاح، ومع ذلك إني عرفت مفتاحه بس إني ما أسيب عملي. بعض الناس يعرف مفتاح رئيسه بس يسيب عمله ويعني ضيع العمل يعني. بالضبط، شكرا لك يا محمد، عجبتني كلمة عرفت من أين الكتف، مهمة ذي الكلمة. ناخذ رنا، يلا حناخذ رنا. رنا يا هلا يا رنا، تفضلي. هلا والله، أول شيء موضوع مرة مرة بطل حبيبتي، مرة شكرا. شكرا أنا صراحة أدمنت البرنامج بعد قلبي، وعندي سؤالين فقط ما راح أطول عليكم. السؤال الأول، كيف أحول ضغوطاتي السلبية لصالحي؟ السؤال الثاني، كيف أخفف من الضغط وسط محيط سلبي أنا مجبورة أني أتعايش معه بحيث أنه ما يأثر هالشيء علي أنا بشكل سلبي؟ رنا، رنا أنت بطلة بعد، أسئلتك حيل بطلة. يا ربي لك مشكرة حبيبتي. شكرا يا قلبي، هديتك. إيش السؤال الأول فكرين؟ السؤال الأول، كيف تتعامل مع الضغوط وبالذات لما تكون، وسؤال الثاني كيف تحولها الإيجابية يعني؟ أيوة، وبالذات لما تكون في مجتمع نفس المجتمع السلبي. أوكي. هنا الصعوبة، المجتمع اللي حوالينها. مواجهة الضغوط فن، مواجهة الضغوط الله. تحتاج مهارات، المهارات هذه لازم نتعلمها، يعني ما حتجي اعتباطيا ولا حتجي من كلمة كلمتين ولا من يعني احنا كثير بنقرا وبنسمع ونصائح وتويتر وفيسبوك مليانه كيف نواجه الضغوط، بس الاهم انه احنا كيف نتعلم هذه المهارات وكيف نطبقها في حياتنا. كيف نحول المشكله من ايجابيه لسلبيه؟ مهم الانسان دائما يعني يخلي في يومه ساعه نص ساعه على حسب ظروف حياته، يقعد مع نفسه ويشوف ايش الاشياء اللي واجهها خلال هذا اليوم، سواء أشياء إيجابية أو أشياء سلبية. ليش قلنا أشياء إيجابية؟ عشان يدي لنفسه تفاؤل إنه الحياة لسه بخير، وزي ما بواجه ضغوط في النهاية أنا برضو بواجه أشياء إيجابية، ولازم الإنسان وما بنعمة ربك فحدث، لازم الإنسان يكون عنده رضا وعاء، يعني ما تكون نظرته سلبية وحاطط المنظار فقط على الأشياء السلبية والمشاكل اللي بتجيني. لا، في المقابل في كل لكل إنسان في يومه لازم في يلاقي شيء سلبي وشيء إيجابي. مهم نقعد مع نفسنا ونكتب الربح والخسارة من كل موقف، حتى المشاكل اللي احنا بنواجهها أختامينا فيها ربح. حلو. أبسطها أنه أنا تعلمت من التجربة هذه، فمهم أني أنا أقعد وأحط الربح والخسارة من هذا الموضوع وكيف أني أنا أستفيد منه وأحوله لشيء إيجابي. طبعا احنا هنا ما نقدر نعطي لكل مستمع وكل شخص إيش الحل بالضبط لمشكلته، لأنه هذا يحتاج جلسة ونعرف تفاصيل ونعرف ديتيلز أكتر، بس إحنا هنا بنتكلم بشكل عام. وكل مين يحاول يوظف هذا على حسب مشكلته، ولا ما يستطيع ممكن زي ما قلت أمينة إنه يعني يروح يشوف أخصائي أو استشاري أو شخص قريب. عموما في كثير قاعدين يسألون عن أكاونتك في تويتر، أنا حطيت أكاونت الدكتورة أروى، تقدرون تتواصلوا معها راح تساعدكم، وأخذوها كلمة مني، كل اللي راح يتواصلوا معها على تويتر راح يعني مليون بالمية راح تساعدكم دكتورة أروى. أكيد. طيب في معنا اتصال ولا؟ آخر اتصال ولا أخذ الاسمس معاي؟ طيب بيقول المشاكل وقساوتها، مساكم الله بالخير، بكل خير، ونرحب بالدكتور أروى. اختلاف المشاكل وقساوتها تعطينا المناعة، ف
فنكسب الصبر. سؤال: ما مدى تأثير المشاكل وقساوتها وقوة الصدمات على العقل؟ ما هي الحلول الأكثر إيجابية مع الناس السلبيين لأغلب المشاكل إذا مو كلها من الفئة من هذه الفئة؟ موضوع رائع كعادتكم. شكرا لكم أخوكم محمد الجهني، وأيضا شكرا لك يا محمد، عودتنا على الكلام الزين. هذا من الناس الإيجابيين اللي فعلا أنا بيعطوني طاقة إيجابية. مهم كلنا بنمر بتجارب في حياتنا، بس في مقولة تقول لك إنه الرجل ليس بمقدار تجاربه وإنه بمقدار استيعابه لهذه التجارب. يعني الله. بتلاقي في بعض الناس بتمر بتجارب سلبية لكن ما بيستفيدوا منها، وتلاقي نفس المشكلة دي بتتكرر. ليه؟ لأنه ما بتعلم منها. لأن مهم إنه إحنا نتعلم من خبراتنا وتجاربنا مهما كانت إيجابية أو سلبية. وما نعتبر الماضي عائق بالنسبة لنا، يعني إحنا نتعلم من الماضي وما نخلي المستقبل سبب مقلق في حياتنا يخليني أنا ماني مبسوطة بلحظتي. لا، أنا أستمتع باللحظة. حلو. أتعلم من السابق، أخطط للمستقبل بطريقة متوازنة وبطريقة متوازنة. في واحد من الأخوان كتب: أنا عندي خوف من المستقبل، لها علاج؟ أكيد له علاج، بس لازم يعني الأخصائي والمعالج يحدد مقدار الخوف، لأنه القلق مطلوب عشان يكون عندنا يعني مبادرة ونستطيع أن احنا نخطط لحياتنا. ما نكون متبلدين يعني، بس إذا القلق أو الخوف أثر على حياتي، خلاني ما أنام، ما أكل، ما أشرب، أبتعد عن الناس، أثر علي صحيا، هنا لازم أنا أتوجه لشخص يساعدني، لأنه حيكون دخل في دوامة الفوبيا. شيخة عبد الله بتقول: أنا فقدت الثقة في نفسي، هذه آخر واحدة رح أخدم فيها. يمكن كثير من الناس من صدمات الحياة فقدوا الثقة بأنفسهم. دكتورة أروى، هذه يبيلك جلسة معها. أوكي، طبعا الثقة بالنفس هذا موضوع كبير جدا ويحتاج إلى وقت، لكن يعني مهم أن الإنسان يكون قوي، مهم الإنسان يعرف نفسه، مهم أن الإنسان يعرف أنه دائما في حلول، وأحيانا مو أنا أكون سبب المشكلة. يعني في ناس عندها أسلوب الجلد الذات، أي شيء يحصل أنا السبب، أنا اللي لازم أتحمل المشكلة. لا، مو كل المشاكل في حياتنا نكون إحنا سببها. نعم. أنا أبتعد عن جلد الذات وعن للأسف كلامك حلو بس الوقت داهمنا. دكتورة أروى، أنا سعيدة بتواجدك اليوم، يعطيكي ألف عافية، ما قصرت، كفيتي ووفيتي. وأنا سعيدة بتواجدي هنا وبالمستمعين وبيك يا أمين، الله يديكم العافية إن شاء الله. ويعافيك الرحمن. مستمعين الكرام، كانت معي على مدار ساعة كاملة الدكتورة أروى عرب، المشرف على قسم علم النفس بجامعة المؤسس، الأكاونت حقها موجود، يلا هجوم على الأكاونت حقها، عملوا لها فولو وشاركوها. طبعا رح تشارككم أكيد بكل رحابة صدر بمشاكلكم. موضوعنا اليوم كان عن مهارات التعايش مع ضغوط الحياة. كل الشكر لكل أعطانا ثقتها اليوم وارسلنا مشكلته عبر الاسمس أو عبر صفحتنا بتويتر والفيسبوك، وأيضا عبر خط هاتفنا المباشر والمجاني. كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمين العبدالله، فمان الله.